أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان على صفحته في منصة إكس أنه حان وقت السلام في السودان، مشيرا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة في هذا الشأن، وأن المجتمع الدولي بصدد حشد جهوده في سويسرا من أجل الشعب السوداني. هذا وأجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريليو محادثات مع محمد بن شمباس رئيس الآلية الإفريقية المعنية في السودان. وأكد المبعوث الأمريكي في تدوينة على منصة إكس أنه يتقاسم مع الاتحاد الإفريقي الرؤية نفسها لإحراز تقدم هذا الأسبوع نحو وقف الاقتتال في السودان وتوسيع نطاق الوصول الإنساني، فضلا عن آلية مراقبة وإنفاذ الاتفاقيات الجديدة وإعلان جدة السابق والالتزامات بموجب القانون الإنسانية الدولية. هذا وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع وصول وفدها إلى جنيف تلبية للدعوة الأمريكية للمشاركة في محادثات إنهاء الصراع في السودان، مؤكدة أن وفدها يحمل معها الرغبة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوداني. قيادة قوات الدعم السريع قالت إن إرادتها صادقة من جميع أو مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب ولتحقيق السلام الدائم، آملة في أن يستجيب الجيش السوداني للدعوة ويتخلص مما سمته إملاءات الحركة وأجندة حلول النظام القديمة. وسط مخاوف من انتقال شظايا الحرب في السودان إلى دول الجوار، برزت الحاجة إلى اتفاق جديد مع تمدد النزاع في جميع ولايات السودان. لهذا الغرض ظهرت مبادرات في القاهرة وجنيف، كما قام الاتحاد الإفريقي منبرا للقوى السياسية، لكنها لم تفلح في إحداث اختراق. ولإنهاء الأزمة جاءت مباحثة جنيف المرتقبة غدا، وعمل عليها وسطاء لأشهر مع طرفي الصراع قبل توجيه الدعوة. لعب السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دورا هاما في التواصل مع الأطراف السودانية، علما أن الوسطات كانت جمعت الجيش وقوات الدعم في المنامة واقتربا من اتفاق ينهي الأزمة، لكن وفد الجيش السوداني سحب بعد تسريب الاتفاق والمباحثات التي كانت سرية للصحافة وفق ما ذكرته المجلة، فيما تؤكد الأطراف انفراد منبر جدة باتفاق مكتوب وموقع عليه بين الجيش وقوات الدعم، إلا أن الطرفين لم ينفذاه لاعتبارات مختلفة. في هذا السياق كشفت مصادر المجلة أن الجيش السوداني ينتظر الحصول على أسلحة متقدمة بينها منظومة مسيرات يعدل بها موازين القوة، ثم بعد ذلك يذهب إلى التفاوض. لكن مع مرور الوقت تؤكد المجلة الحاجة إلى اتفاق جديد بعد تمدد النزاع في جميع ولايات السودان، إذ أنه في الأسابيع الأخيرة بات يهدد هذا النزاع الولايات الشرقية في تخوم إثيوبيا وإريتريا والبحر الأحمر، في حين يرى مراقبون أن ما قبل مفاوضات جنيف لن يكون كما بعدها، وأنها مهما كانت نتائجها ستمثل محطة هامة في حرب السودان. وينضم إلينا لمناقشة كل هذه التطورات من لندن الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية تقدم بكري أرجاك. السيد بكري، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. سيد بكري، إذن من المفترض أن تبدأ هذه الجولة الجديدة للتفاوض، ولكن إلى غاية الآن لا أحد يعرف فعلا إن كان الجيش السوداني سيشارك فيها، وإن كان بالفعل هذه الجولة ستشهد اختراقا. هل لديكم معلومات حول هذه الجولة المرتقبة أو المنتظرة غدا؟ وإن كانت ستنطلق بمشاركة الطرفين فعلا؟ شكرا لك سيدتي على الاستضافة، وتحية لك ولمشاهديك أينما كانوا. دعيني أقول أن هنالك شعور عام بالخيبة والحزن تعم كل السودان والسودانيين في المهاجر وفي الداخل وفي الخارج، في معسكرات النزوح وفي بلاد اللجوء. ظل الملايين من السودانيين يتابعون بقلق وبرغبة وبإرادة أن تكون هذه المفاوضات بداية لعملية سلمية تبدأ بوقف إطلاق النار وبوقف العدائيات وبفتح ممرات آمنة للوصول للإغاثة الإنسانية. للأسف الشديد في خلال ال 72 ساعة السابقة لقد طالعنا بيان سبقه تصريح لقائد أو لرئيس وفد
الحكومة الأمر الواقع في بورسودان تحدثا عنه، ويوصي حكومة السودان وقيادة الجيش بعدم الذهاب للتفاوض. نعم ولاحقا طلعنا على وثيقة ولا بيان من حكومة الأمر الواقع تقول أنها ليست ذاهبة إلى التفاوض. دعينا أقول لك، نحن ليس لدينا أي معلومات أكثر من الذي نعرفه، ولكن لدينا معلومات أن هنالك محاولات ما زالت تجري بين الوسطاء، وتحديدا من قبل المبعوث الأمريكي. أعتقد أنه قدم مؤتمر صحفي بالأمس تحدث فيه نعم عن خيبة أمله، ولكن أعلم أنه ما زالت هنالك محاولات من جهات عدة تحاول أن تقنع قيادة الجيش بالذهاب إلى التفاوض. وهنالك حتى اتجاه بتمديد أجل المفاوضات من يوم 14 إلى يوم 18. نعم هنالك اتجاه إذا رأى الذين يحاولون الآن مع قيادة الجيش بأن هنالك فرصة للموافقة، ربما سيكون هنالك اتجاه بتأجيل المفاوضات والمباحثات إلى الأسبوع القادم. ولكن هذا لا يعني أن العملية التي تم الحشد لها من تظاهرة سلمية ومن حشد دولي ستتوقف. هنالك العديد من السودانيين سيكونون قادمين من مناطق عدة في أنحاء أوروبا وفي من أمريكا وغيرها. ستكون هناك تظاهرة نعم في جنيفا، وسيظل العمل الدبلوماسي مستمر. لا أعتقد أن العالم سيتوقف من التواصل مع قيادة القوات المسلحة في محاولة إقناعها بالتخلي نعم عن رأيها بعدم القدوم إلى جنيفا. سيد بكري، ستظل المحاولات جارية، ولكن ليس لدي تأكيد إن كانت ستثمر أم لا. أنا أتمنى وأوجه رسالة إلى قيادة القوات المسلحة بأن نعم تلبي تطلعات الشعب السوداني التي أصبحت واضحة أنها ترغب في السلام. على العموم سيد بكري، أنتم كتقدم لستم جزء من التفاوض ولكن جزء من العملية السياسية، وكنتم من الأطراف الفاعلة السياسية في الفترة الأخيرة، والأطراف السياسية والمدنية الفاعلة حقيقة. لنحاول تفسير أسباب توقف هذا التفاوض، إن كان من طرف الجيش، فالجيش إلى غاية الآن يتحدث عن ضرورة تطبيق اتفاق جدة، ويقصد بهذا الأمر هو خروج قوات الدعم السريع من المنشآت المدنية. كيف تقيمون هذا المطلب؟ ألا يبدو منطقيا أو ضروريا هذا الأمر؟ دعني أجاوبك بشكل مباشر على هذا السؤال من جزئين. أولا، لا أحد يمتلك أي قدر من العقل والضمير سيقول أن من حق القوات الدعم السريع أو أي قوات مسلحة أو حتى القوات المسلحة بالتواجد في منازل المدنيين أو حتى التواجد في المدن. إذا أردنا أن نطالب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، المطالبة الصحيحة هي أن لا تخوض معارك على أجساد المدنيين. نعم إذا أرادوا القتال يمكن أن يتقاتلوا في مكان ما، ولكن نحن نعلم أن هذه الحرب اندلعت في العاصمة الخرطوم، اندلعت وسط المدنيين، ومنذ أول طلقة كان هنالك ضحايا مدنيين بسبب الغصف العشوائي وسبب الطيران الذي استهدف مناطق مدنية. دعيني أقول أيضا أن الحديث الذي يتردد كثيرا عن أن الاتفاق جدة أو إعلان جدة الموقع في مايو تحدث فقط عن خروج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين ليس له في الحقيقة، ليس هو نص الإعلان. تمت أكثر من مرة، هنالك العديد من الأفكار التي يرددها القوم أحيانا، مثل أن قوات الدعم السريع تتواجد بمساكن الناس وأن اتفاق جدة نص على ذلك. اتفاق جدة نص على الكثير من البنود، من بينها حماية المدنيين من قبل الطرفين. ماذا تفعل القوات المسلحة لحماية المدنيين؟ اتفاق جدة نص أيضا على أن الذين فروا من السجون من قيادة النظام السابق نظام البشير يجب القبض عليهم. نحن نعلم أن الذين فروا من السجون الآن يقودون الحرب من شرق السودان. عليه الحديث عن أن أو اختزال إعلان جدة في مجرد خروج قوات الدعم السريع من المنازل، وأنا لا أدافع عن وجود قوات الدعم السريع في المنازل، هو أمر مضلل. الموضوع في جوهره يجب أن نقول حقيقة واضحة، أن من يرغب في صناعة السلام عليه بالذهاب إلى التفاوض. أنا قلت ذلك أكثر من مرة، يمكن للقوات المسلحة ولقيادة الجيش ولحكومة الأمر الواقع أن تفرض ما ترى من أجندة ومن شروط داخل العملية التفاوضية، ولكن أن تصر بأن لا أسب للتفاوض ولا أملك بديلا آخر للحل سوى الحرب، التي لا أرى أن هنالك أي منحة لأي طرف أن ينتصر فيها، ولا أرى حتى أن هنالك تقدم إيجابي. ولكن سيد بكري، ما يفهم من كلامك أو يستشف خاصة مع اتهام الجيش دائما لكم بأنكم مقربون من قوات الدعم السريع، بأنكم تتهمون فقط الجيش السوداني بأنه من يعرقل عسكريا هذا التفاوض، هو من يؤدي إلى استمرار الحرب.
طبعا هذا ليس صحيح. صحيحا نعم أن مثل الأكاذيب التي تتردد بشكل مستمر أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية هي جناح الذراع السياسي للدعم السريع، وأن هنالك اتفاق موقع بين قوات الدعم السريع وبين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، ورغم أنه ليس اتفاقا سريا هو إعلان وليس اتفاق نعم بالأحرى، وكان الهدف منه هو محاولة حث الطرفين على جلوس التفاوض في وقت كان تخلى فيه العالم عن محاولة التواصل مع الطرفين. أقول لك بشكل مباشر، نحن لسنا لدينا أي تفضيل لقوات الدعم السريع، بل بالعكس ظللنا نردد، وأنا أقول هنا مرة أخرى، بإمكان قوات الدعم السريع العمل الكثير، عدم هجوم، عدم مواصلة الهجوم على مناطق مدنية، أي نعم مناطق ليس فيها تشكيلات عسكرية ليس هنالك مبرر أن تكون هدفا عسكريا. قوات الدعم السريع بإمكانها السيطرة على منسوبيها الذين يقومون باستهداف المدنيين من السرقة والقتل والنهب والسحر والاغتصاب. كل هذه الأشياء ظللنا نطالب ونحث ونقول لقوات نعم الدعم السريع أنها بإمكانها عمل الكثير من طرفها. وأنا أقول الآن، إذا أرادت قوات الدعم السريع أن تؤكد للشعب السوداني أنها جادة في صناعة السلام، قبل الذهاب إلى جنيف وقبل إطلاق الحديث أنهم يريدون السلام، بإمكانهم عمل ما يؤكد للشعب السوداني أنهم مع السلام. نعم أنا أقول هذا وليس لي أي تردد، ولكن شكرا دعيني أقول بشكل مباشر، قوات الدعم السريع ظلت تقول أو قائدها يقول أنه على استعداد لصناعة السلام، المطلوب الآن من القوات المسلحة الذهاب للتأكد من إن كانت قوات الدعم السريع جادة أم لا. شكرا جزيلا لك من لندن، كنت معنا الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية تقدم بكري الجاك. وسودانيا دائما أوجدت حرب 15 من إبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع واقعا إنسانيا كارثيا على الأرض، وتحديدا المتعلق بالسكان المحاصرين داخل الأحياء المتاخمة لمناطق الصراع بجنوب الخرطوم، حيث تحولت الساحات والميادين في عدة مناطق لمقابر لعدم استطاعة المواطنين للذهاب للمدافن الأساسية المعتمدة. حولت الحرب في السودان الساحات إلى مدافن ومقابر كبيرة داخل الأحياء السكنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن صعب الوصول إلى المدافن والمقابر الجماعية المعروفة في عدد من المناطق ربما لاشتداد المعارك داخل العاصمة السودانية الخرطوم. تضم هذه المقبرة أكثر من 50 قبرا ما بين جنباتها، وهذه المنطقة معروفة بأحياء النزهة بالعاصمة السودانية الخرطوم. يضم كل قبر هنا حكاية مختلفة عن الأخرى، وكل قصة دفنت مع أصحابها دون البوح بها. تقول الرواية إن الموتى بالمقبرة دفنوا بعد تعذر الوصول إلى المقابر، وحتى المدافن المخصصة لدفن الموتى خاصة في الأيام الأولى للحرب، ومنهم من حصدته آلة الحرب وآخرون قضوا بسبب المرض. أما بعض الجثث المتحللة فاستطاع السكان جمعها ودفنها. لا توجد أسماء أو أرقام لأصحاب القبور، ولا يستطيع الأهالي معرفة تفاصيل أقربائهم. ضمت هذه المقبرة بحسب السكان والشهود في هذه المنطقة مقابر للمسيحيين والمسلمين. مياه الأمطار أيضا غمرت هذه المقبرة الجماعية بأحياء النزهة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهذه المشاهد التي نراها حصريا على شاشتي العربية والحدث. خلت المنطقة المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم السكان وبقيت القبور على حالها. عمار أبو شيبة، الحدث، الخرطوم.